سلام الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني فايقه بكري، غديتو عندي في العشيه الكود دي. غيجيو عندي واحد الاخوات او واحد طياب اللي بغاو يبات كليه على قبل الزياده ديال بنتي. غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو، غادي نشوف يعني التحضيرات اللي غادي ندير ليهم لبنتي. وغادي نديرو اول حاجه واحد الكوماج. دابا كاين البيض، من الاحسن انكم ديروا الكوماج ديالكم باش تحيدوا به هذيك الخشره الميته. الطريقه ديال الكوماج ساهله، ويعني المكونين ديالهم متوفر عندكم في الدار. خليكم معايا من الاول ديال الفيديو حتى لاخر ديال الفيديو، نشوف فين نبداو بالكوماج. بالنسبه للمكونات اللي قلت لكم راها ساهله وكاين عندكم في داركم، هي القهوه المدقوقه والسنيده. خديت واحد الكميه، واحد نص معلقه ديال القهوه ونص معلقه ديال السنيده، من الاحسن تكون رقيقه. وزدت عليهم زيت الزيتون، اولا كان عندكم زيت الكوك ولا اي زيت اللي يكون عندكم. صافي خلطتهم وبديت كنديرهم في وجهي. زوين هذا الكوماج بزاف، كيحيد هذيك القشره الميته. الا ما كانش عندكم مثلا السنيده تقدروا تستعملوا غير القهوه مع زيت الزيتون، ولا غير السنيده مع زيت الزيتون. انا كان عندي بجوج، من الاحسن ديروهم بجوج حيت السنيده كيكونوا الحبات ديالها شويه كبار على القهوه، يعني كيكون واحد التقشير اللي كيكون زوين. صافي هنايا غنحاول ندير حركات دائريه في وجهي، ومن الاحسن تبعدوا على ديك الجلده الرقيقه اللي كتكون تحت العين، وبقاو تفذكوا يعني بقاو تحكوا في وجهكم غير بشويه. اخلي شويه في وجهي ومن بعد غادي نمشي نغسلو ونرجع معكم. وبعد ما غسلت وجهي انتما كتشوفوا غسلوه بالماء دافي بالصابون، كنغسلو جوج مرات بالصابون. صافي صافي كيوقع وجهكم الطاب انتما كتشوفوا. بالنسبه للترطيب من بعد انا كنستعمل، راكم عارفين راني فايت وشاركت معكم هذا المرطب، هذا ديال لوريال هيدرا ادراجينيس ديال لوريال باري، هاي كانت كتبان لكم. ولا مؤخرا وليت كنستعمل غير زيت ديال الارغان، ها هو اللي كنمشي عند واحد السيد وكيطحنو قدامي، هو اللي كنستعملو. وليت كنستعملو مؤخرا لوجهي تقريبا دابا شي شهرين ولا 3 شهور، وانا هو اللي كنستعملو لوجهي. ملي كنفيق في الصباح كنغسل وجهي وكنديرو في بلاصة داك المرطب، كنديرو هو نتوما كتشوفو القرعة راها سالات، ولتحت كيبقى فيه هداك التخا كيف كتشوفو، راه كينزل فيه التخا، هو حفكوه وديرو. انا كنديرو لوجهي وكنديرو حتى لشعري، ملي كندوش كنشف شعري شوية بالفوطة، كنشف شعري شوية بالفوطة وكنديرو ليه. كنقول لكم البنات كيخلي الشعر كيقوي الزغبه وكيطول الشعر. البنات اللي كيعرفوني ولا العائله اللي كيتفرجوا فيا راهم غادي يعني غادي يعرفوا بان الهضره اللي كنقول لكم راها بصح، انه طول لي شعري وكيخلي فيه واحد اللمعان اللي زوين زوين زوين. انا هاد القريعه كنشريها ما كتضربش ليا تقريبا شهر، ما كتكملش وكتسالي لي. دابا خصني نمشي ونعاود مشي عند السيد وكيعاود يطحنوا ليا قدامي، من الاحسن انكم تمشيو عند شي حد اللي كيطحنوا قدامكم باش تعرفوا انه يعني طبيعي وانه ما مخلطش، وكيخلي يعني الوجه كيخليه كيبري وكيحيد دوك التجاعيد كيف ما كتعرفوا. صافي هادشي هادشي اللي كاين بالنسبه للترطيب ديال الوجه والعنايه ديال الوجه. وبالنسبه للخدود يعني اللي كيبغي ضروري خاص شويه ديال ما عارفين، اما الفراجو البنات راهم كيديروا الفراجو، انا كنفضل انني ما كنديرش الفراجو. الحاجه اللي بودغ ما كنبغيش نديرها لوجهي باش يبقى في اللمعان ديالو. كاين هنايا هاد ثلاث قرعات ديال العكر الفاسي، ها هو كتكون الغبره ديال العكر الفاسي، كناخذ منها شويه وكنزيد عليها اما الماولد ولا الماء. الا ما كانش عندكم ماء ديروا الماء، كنديرها وكي كنديرها الخدودي وكتعطي يعني واحد اللوين اللي هو طبيعي. انتما غادي تشوفوا معايا كندير غير شويه وكتعطي لون طبيعي. هانتوما من الاحسن حسن ما ديروا الفراجو اولا البودر ديال الفراجو. ودابا نبداو بسم الله التحضيرات الكوتي.
بالنسبه للكوتي كيف قلت لكم في الاول، غادي نصايب الميني بيتزا، غادي نستعمل فيهم واحد زلافه ديال الفرنس مع زلافه ديال الفينو، غادي نستعمل الملحه، غادي ندير معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو بين ايديا. هاد العجينه ديال البيتزا كتجي بنينه بنينه بزاف. هنا غادي نخلطهم كيف كتشوفوا في الاول، وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الحليب اللي يكون دافي، وغادي نزيد عليهم زيت الزيتون، غادي نزيد تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، من الاحسن يكون زيت الزيتون، الا ما كانش عندكم ديروا غير الزيت العاديه، وغادي نجمعها بالماء اللي يكون دافي. بالنسبه للعجين ما ديروهاش تكون رطبه وما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون شاده راسها. انا ما غاديش نعجنها، غير جمعتها في ايديا كيف كتشوفوا بحال هكا، حطيتها في السطح ديال العمل وجمعتها، وغادي نحطها في واحد البول، غادي ندير لها شويه الزيت من الفوق، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها حتى تخمر، عاد غادي نكمل الوصفه ديالي. هنايا بعد ما خمرت ليا، بالنسبه للخميره غادي يبقى على حسب الجو، الا كان الجو بارد غادي تطلب لكم واحد كبير، الا كان الجو يعني سخون راه دغيا دغيا كتخمر. صافي هنايا غادي نخرج من هذاك الهواء، وغادي نحاول، انتما كتشوفوا راه العجينه كدلك راسها ملي يعني كتخمر راه كدلك راسها. هنايا غادي نحاول نطلقها بالمدلك، وغادي نرش سطح ديال العمل بالفينو اولا بالسميده الرقيقه، هذا هو اللي كيخليها كتجي زوينه. هاد لاباط ديال البيتزا كتجي مقرمشه. هنا بعد ما رققتها نتوما غادي تشوفوا معايا السمك ديالها، غتاخذوا اي قطعه اللي بغيتوا، اما بغيتوا ديروهم كبارين ولا بغيتوا ديروهم صغارين، يعني غيبقى لكم الاختيار. انا خديت غير هاد الغلاقه ديال القرعه، جاني يعني الدور ديالها هو مناسب. صافي وغادي ندير، غادي نقطع بها العجين ديالي كامله، ومن الاحسن انكم يعني تقبوها بالفرشيطه قبل ما تقطعوها. انا هنا نسيت حتى قطعتها، عاد تفكرت انني ما تقبتهاش، وكيكونوا بحال هذا هو السمك ديالها، ما كتكونش غليظه وما كتكونش رقيقه بزاف. هنا غادي نديرها في الصينيه ديال الفرن، وغادي ندخلها للفران، غير غادي تشمع ما غاديش نطيبها، بحال غادي ندير لها نص طيبه وغادي نخرجها. بالنسبه للفران دخلتها الفران من التحت ومن الفوق، يعني غير كيف قلت لكم غير كتشمع وكنخرجها. هنايا غادي نصيب الحاشه ديال الحليب اللي كتكون في الفران، كنستعمل فيها نص كيلو ديال السميده الرقيقه، الملحه على حسب الطوق، واحد كيس ديال الزهر كيجي فيها زوين، غادي ندير جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي ندير واحد كاس لاروب ديال السنيده. بالنسبه لما كانش عندكم الزهر تقدروا تستعملوا غير الكيس ديال الفاني. ومن بعد غادي ندير كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نبسبسها كيف كتشوفوا بايديا، كتجي الحشره ديال السميده ديال الفران بالحليب كتجي زوينه بزاف. هنايا زدت ليها شويه ديال الكوك اللي تيبقى اختياري، وبصراحه جا زوين مع المذاق ديال الزهر. وبعد ما بسبست دوك السميده كامله بهداك الزيت، زدت عليها نص اترو ديال الحليب، السميده مع نص اترو ديال الحليب، السميده اللي تكون رقيقه. صافي من بعد خلطتها مزيان وخليتها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق قبل ما ديك السميده شربت ليا شويه، وغادي نخويها في الصينيه اللي غندخلها الفران. الصينيه دهنتها بشويه الزبده ودرت لها شويه ديال ديال السميده. صافي وانا كتشوفوا راه شربت ليا الحليب، غادي نخويها فيها، وغادي نحاول نقاد ليها الوجه نضربها مع الرخامه. الفران راني مسخناه، غادي ندخلها طيب من التحت، ومن بعد ما طيب غادي نشعل على من الفوق تحمر ونخرجها. هنايا غادي نصايب البغرير. بالنسبه للبغرير غادي نستعمل فيه جوج 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي يكون دافي. هاد البغرير كيجي ناجح من اول مره بلا ما يتخمر. غادي ندير معاه واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السنيده، والملحه راس معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد عليه جوج كيسان ديال الفينو، عفوا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، وكاس ديال الفورس، جوج كيسان السميده الرقيقه وكاس ديال الفورس، مجموع ديال 3 ديال الكيسان، بحال 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي درنا. ديتو طحنتو، وبعد ما طحنتو غادي نزيد عليه كيس ونص ديال الخميره ديال الحلويات. كي قلت لكم هذا البغرير كيجي ساهل، كنديروه نيشان في الطراب وكيخرج زوين. انتما غادي تشوفوا معايا النتيجه. بعد ما ضفت ليه هذوك الكيسونس ديال الخميره حطيتو عاوتاني طحنتو غير شويه، صافي وهذا هو الخليط، كيكون مخفيفش بزاف وما تقيش، وكيخرجوا فيه هذوك العيون كي كتشوفوا معايا. وغادي نمشي نطيبو ونرجعو من بعد.
هنا بعد ما خرجت هذيك الحاشة ديالي كيف قلت لكم راها طابت، شعلت على من تحت حتى طابت، ومن بعد شعلت على من الفوق تحمرات شويه وخرجتها. هنا جبت واحد جوج كيسان ديال العصير ديال الليمون وهي سخونه، خويته عليها. هاد يعني هاد الليمون كتبقى اختياريه، تقدروا ما تضيفوش عليها او ما تسقيوهاش بالليمون، كيف ما تخرجوها يعني تخليوها تتبرد وبالصحه والراحه تاكلوها. انا هنايا زدت عليها كيف قلت لكم جوج كيسان ديال العصير ديال الليمون، وغادي نخليه فيها حتى يتشرب مزيان. وهذا هو البغرية ديالي بعد ما كملته، كيف كتشوفوا كيجي ناجح من اول مره بلا ما يخمر، كيجي في الخلاط الكهربائي دغيا دغيا كيوجد، والنتيجه ديالو كتكون زوينه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتخليوا لي التعليق. هنايا هذوك اللي بيتزا ديالي دي كيف ما شفتوا راهم غير تشمعوا لي بحال اللي كنديروا لهم غير نص طيبه. ودابا غادي نبدا نعمرهم. هنايا عندي هاد لاصوص ديال لاصوص البيتزا اللي صيبتها، راه كلشي كيعرف يصيبها، صيبتها. وغادي نديرهم غير بالطون والزيتون كيف كتشوفوا معايا، والبصله. بالنسبه للبصله ما شحطتهاش في المقله، كنقطعها رقيقه تكون رقيقه بزاف، وكنحطها نيشانه نتوما غادي تشوفوا معايا حتى مطيشه. ودات غندير فوق منهم الطون، وغندير البصله والزيتون، وندير عليها من الفوق الفرماج موتزاريلا. ما نكذبش عليكم هاد يعني هاد الميني بيتزا كتجي العجينه ديالهم زوينه 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 بزاف، وكتبقى رطبه وكتذوب في الفم. بالنسبه للبصله كي كتشوفوا انا معايا كي قلت لكم كنقطعها رقيقه وصغيره وصافي، وكندير واحد الكميه غير قليله، ما ديروش بزاف ديال البصله، راه هي ملي كنديروا عليها الفرماج وكندخلوها الفران راها يعني كتنزل غير بوحديتها، خصوصا اذا درتوها رقيقه. بالنسبه لهاد البيتزا ديالي غادي غنوجدهم دابا، وحتى يقربوا يجيو عندي الضيف ديالي ندخلها الفران غير تسخن شويه ونخرجها. هنا غادي نكمل هاد البيتزا ديالي كاملين كيف قلت لكم، حتى تبغوا تحطوهم دخلهم الفرن شعلوا عليهم من تحت من الفوق غير كيسخنوا وكيذوب عليهم هذاك الفرماج وكيكونوا واجدين. هنايا كنت خديت هاد لي فون ديال لي طارت، صيبت لا كريم باتيسيير ودرتها فيهم عمرتهم لداخل، وغادي نزوقهم بالفريز او اي فاكهه كانت عندكم، البنان ولا التفاح ولا اللي بغيتو كتزوقوهم بهم كيجيو زوينين. بالنسبه للعماره من الاحسن ما تعمروهمش حتى يقربوا يجيو عندكم الضيفان، ولا يعني تقربوا تاكلوهم باش ديك العماره ما كترطبش لكم العجين. وبالنسبه للفواكه حتى هي كتبقى يعني كتبقى شاده في راسها وما كتلوهاش. انا هنا حتى قربوا يجيو عندي الضيفان عاد خويت فيها كيف قلت لكم هذيك لا كريم باتيسيير، وزوقتهم بالفريز على هذا الشكل ديال وريضه، كيجي المنظر ديالهم زوين وحتى المذاق ديالهم كيجي زوين. بالنسبه لهاد لي فون هاد لي طارت يعني هاد شريتهم ما صيبتهمش، بما ان الوقت ما عنديش كثير غير شريتهم وعمرتهم انايا. هنايا سلو كوجد سلو، انا هاد الوقيته بنستغليتها بما ان بنتي ناعسه استغليت الوقت ووجدت فيه كل شيء، وشاركت معكم حتى القميص اللي لبست. هاد القميص عندي هو جلابه ديالو هو اللي لبسته، وهذا الشيء اللي كان. هنا بعد ما جاوا الضياف ديالي راني كتشوفوا معايا انا كنوجد في اتاي، وبقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. تمشيو فين وهنا بعد ما خرجت البيتزا ديالي من الفرن تكون هذا هو الشكل ديالهم.
وكتكون هذه هي الطبيله ديالي بالنسبه لهذا المنويخ اللي تواجد. بما ان الوقت كان عندي شويه مضيق، هنايا الحرشه ديالي ديال الفضان زوقتها بشويه ديال الكوك، وهاد الحريشات الصغارين صيبتهم لي عدو ستي اللي عطاها صحيحتها، كتصيب حرشه زوينه زوينه بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم.